لا لا في ناس اللي في ناس منهم هناك أهمية خاصة في الحفاظ على التواصل لأبناء الشعب الواحد من الفلسطينيين في الداخل لأهلنا في الأراضي الفلسطينية وبالذات في المجال العلمي والمجال الأكاديمي. هناك رغبة جدية في طلابنا في الداخل في التواصل مع المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية. نحن نعرف أيضا أن هناك إشكاليات كبيرة في التعامل مع السلطات الإسرائيلية في القمع الاحتلالي في تواجد الجنود في منطقة الجامعة. الحقيقة أنني يعني عندما سمعت عن القمع الذي يكون فيها الاحتلال في منطقة الجامعة قصدت أن آتي لأرى بأم عيني ما يحدث على أرض الواقع وأن نحاول من خلال عملنا في البرلمان من خلال تواصلنا يعني مع سلطات إسرائيلية بأن نضغط باتجاه أن نجد حلول للقضايا هنا وأيضا أن نطرح مثل هذه القضايا في لقاءاتنا الدولية. لا يعقل أن يكون حرم جامعي عرضة لدخول الجيش وإطلاق الرصاص وإطلاق الغاز المسيل للدموع على طلابنا وعلى أهالينا وعلى شبابنا وشاباتنا. فلذلك أنا يعني فعلا سعيد أنني أتيت اليوم لأن ألتقي بالمسؤولين في الجامعة ونتعرف شخصيا عليهم ولكن أيضا أن نحمل معنا هذه الهموم إلى أهلنا في الداخل ولكن أيضا إلى مؤسسات حقوقية ومؤسسات دولية لنرى كيف من الممكن أن نتابع هذه القضايا وأن نحمي قدر استطاعتنا حقوق أهلنا في الأراضي الفلسطينية. زيارة الدكتور يوسف جبرين هي زيارة طبيعية لشعبه ولأهله ولأحبائه في الضفة الغربية وهي زيارة مرحب فيها في أي وقت، هي ليست زيارة رسمية وتحمل طابع رسمي ويأتي للتضامن مع جامعة خضور لما تتعرض له من انتهاكات وهو قاد حملة على مستوى الداخل الفلسطيني وقاد حملة توقيع لإخلاء هذا المعسكر وللسماح لجامعة خضوري ببناء جدار وبناء سور إلها يحمي ممتلكاتها ويحمي أرواح الطلبة والعاملين فيها.